me muero. وين شفت الجواد؟ اش اللي لقيتو عبلة؟ جواد قال لي كاين كونفوا تاع الذهب وكيصمت عليه لقيتو جواد. هو اللي قتلو عبلة وهرب. والبرية اللي بعتها له؟ شنو البرية عبلة بعتو حتى برية انا؟ كذاب شافوك. عبلة خلاص عبلة خلاص قلت لي باش انا اللي قتلت جواد لما امنتني شو قلت لي المملكة العاشورية ترمينيس الحمد لله يا زراوي كان عندي القرآن الله يجيب الخير الإسلام تكشي برهان هذا الضيح نشكر الحضور على الانتباه ونشكر مولاي السلطان العاشر العاشر وان شاء الله سيماني فيك هذا مشروع مليح هذا مشروع يمشي مع الدخله ما شاء الله كل البنود خلاص كملوا اعطيك صحه لا مولاي سي مانيفيك سي جعدوي سادة الحضور مولاي السلطان السيد المستشار الموضوع اللي حبيت نطرق ليه يخص مولاي عاشور على وش بيا بعد الطلاق نتاعك مولاي من مولاتي رزان واختفاء مولاتي مانينا في ظروف غامضة نظن مولاي لازم تسوي الوضعية نتاعك وانت وش دخلك مولاي النظام يقول السلطان لازم يكون مزوج وإلا يفقد الشرعيه نتاعو النظام راه مصلي عليها صاحبي تاعو هادي كاينه في النظام هذا ولا ما عجبش الحال خواسين يا كاين تدخلات اخرى شكرا او رفعت الجلسه لا لا هذا استهزاء هذا كان حوالي تاع بزبطنا صاحبي علاش دارونا في البرلمان حنا نواب حنا اعضاء لا لا هذه ماشي حاجه ماشي حاجه هذا السؤال شفت لو يدخلوا لي في الديزوير برك مولاي
النظام انت اللي مضيت عليه. اي والله، وكيف ندير انا؟ نروح عند رزان نحللها انا ونقبل بشروطها، ولا نروح لجاك المرسول نحوس على ماني؟ لا 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 يا مولاي، على بالي واش راك تخمم. غير قول على خاطر ما على بالي بوال. راك تخمم باش دير انونس باللي مولاي عاشور حاب يتزوج، هكذا بنات المملكه وكل يجيو وتخير وحده منهم، هكذا نشرعوا السلطان. وهذا الفليشه منين؟ ما على باليش عمي برهان، حنا كنا صيدو في المقانن وخاصتو، ما عرفناش مين جات. بالك راح تحرق. اليوم مهم على الاخر، اللي باش تربح صحه ليها. على هذيك اليوم نحبكم القد يبدا مستوي قد والمشيه تكون مشيه حلوه. الكلام الزايد ليه؟ ضحك بلا سبب ليه؟ مفهوم؟ اجي هاد البنات مين جبتهم؟ من المملكه. علاه ما عجبوكش؟ الله يبارك مولاي عنده ما يخير، سيرتو مولات الاحمر هذيك ليش شعرها مخربن. تعرف تصيده؟ سيد مولات الأحمر. مولات الأحمر عجبتك؟ ماشي كاع شابة، حناك معودين شوربها منفخين وزيد معودة كامل. شوف شوف موراكش تشوف معودة ولا ماشي معودة، صح كاع ريزلتا عبالك. هادي صحاب الشعبي يكتبوا عليها القصايد، يقول لك عذرة مخنترة في صغرها حراز. ياه غيرتا. هذا شكون؟ مولاي نتمنى ان شاء الله تلقى شريكة حياتك على خاطر مولاي تيفيلي هذا البيجي تاعو غالي بزاف. يا فحشوش هاد الكلام ماشي في مكانه. هذيك اللي شغل هندية بصح ماشي هندية. الرقم 5 اسمك؟ فاتشي. وشحال في عمرك؟ 22. وش عجبك في مولاي عاشور باش تزوجي به؟ وش عجبني فيه؟ ماشي هي شغل سلطانك شايف كيفاش؟ سما صافي بليزير. خلوني ندخل انتوا تبقاو هكا يابسين. مش كاين هنايا؟ جيت نشوف مولاي عاشور اورجون. تشوفي مولاي عاشور هكذا بكسوق الجمله هنا واقيل. اسمع مولاي عاشور طالي كارت بلانش حمراء، لو كان زعما انت ما تخلينيش ندخل راح تندم عليها. باتي وراي مولات الاحمر وين؟ على بالي انا تكون حكمتها كرشه ولا
عندكم سمعة؟ اسمك؟ أنا سموني دادي. واسمك دادي؟ لا زعما هي سموني داودية، عيطوا لي دادي، شايف؟ عملوا ملاح. واش هو الطبق تاعك المفضل؟ الطبق تاعي المفضل ساندويش دجاج أيوة مايونيز. هادي تحب شاورما مولاي؟ مولاي جات الكعكة القصر حبيت تشوف كرشو أكسير. أنا سير مولاي. ما تكوبيوش أليتي وعطوا لها الدجاج الداودية. مولاي رقيقة واش كاين؟ مولاي الحياة هنا هزايا. يا ودي هضري واش كاين؟ ماني نبحثت منك بصح. مني بصح وعينيك. دوك نشوف معاك نديني ريزيرفي لي فواياج. لا 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 مولاي قلت لك ما تقول حتى لواحد، اروح تديها وحدك. كيف وحدي هذا؟ خدم عقلك مولاي، قول لهم راك رايح فواياج. فواياج؟ وقول لهم راح تجيب عمره. تخزر فيك ليش تحب سيت بعدايل تاعك؟ انت ما نحبكش، انا نحب حجله. مع الوقت تنساها وتولي تحبني. اقول لك حاجه، تقعدي وحدك في هالدنيا ما نحبكش. وانتم علاش راكم تضحكوا؟ منينا مولاي؟ آه، قنديل مولاي جيت نقدم لك اعتذاري على الكاستينج هذا اللي ما جاب حتى نتيجة، لكن في بالي راك تخمم باش نديرو كاستينج آخر يكون أحسن. أنا هادي مانيش نخمم فيها. تعجبني كي ما تخممش يا مولاي. دي سيدي تنتوب نروح نجي فيها عمرها ندوش لعظامي، وكي نولي ناخذ رايا غير روح انت، على خاطر عندك ما تحرد عظامك راهم بورين. المهم انا نخليك بونوي. مولاي أه؟ والبرلمان؟ البرلمان يستنى بصح العبادة ما تستناش يا قنديل. صباح الخير ماما. صباح الخير. عطيني 10 دينار حمامسي. وي ستيشان كبدة قولي بلوطة زعما يولي المملكة. واه ما زعماش يولي بلوطة،
نوطه خلاص. اوي مسكين. صح اخو. الله يسلمك. جيجي. واش توحشتك؟ توحشتني. عباك مين داك تبان لي مخصص في عقلك؟ انا واش كاين؟ انا واش كاين؟ وين كنت كامل هاد المده؟ لا بريه لا حمامه ودوكا جاي تقابلني نورمال. صح لي شغل اورجون رحت. وي اورجون. صافي نستريق وليت على جالك. ما خصيتش نصبر عليك. ما تبلعيط. جيجي خالتي واش راكي ديري هنا؟ شحال من خطره قلت لك ما نحبش نزيد نشوفك دوري معاه. خالتي خلوفه شبيكي؟ دخلي جيابك ان شاء الله ما رانيش خالتك. وجيجي ما زيدش دور بيها خطيها ما راهيش ليك. علاش راكي تعيط عليها هكذا خالتي؟ تيجي تطولي لسانك عليا ها؟ تعلمتي ترجعي الهضره؟ غاولي روحي للدار ما نشوفكش قدامي. غاولي غاولي بالعقل. وانتايا جيجي نساها فهمت؟ شوف لك من جهه واحده اخرى. درتيشا تا ثاني مركتها تروح بلا ما تقولها. سكتني حم بابك. يا تبقى المملكه مولاي عاشور العاشر ربي نقص من عمركم يزيد في عمره راح الحج باش يجيب عمره ادعوا له باي واللي بخير. يا سكان المملكه مولاي عاشور العاشر ربي نقص من عمركم يزيد في عمره راح الحج باش يجيب عمره ادعوا له باش يولي بخير. وقال رطه ما يدخل الجنه كاع طامعين. يا سكان المملكه مولاي عاشور العاشر ربي نقص من عمركم يزيد في عمره راح الحج باش يجيب عمره ادعوا له باش يولي بخير. ايه ذاك بر يفرح بالبركه ان شاء الله بالبركه. بصح قول لي يا البيتشي هذا السلطان هذا بالليله وضحاها قرر يروح للعمره راح. هذا ما يسقسي حتى واحد ما يخبر حتى واحد. تبالك نورمال تا؟ نورمال. مولاي يحب يربح الحسنات في الستره وزعما انت جورنيست. مولاتي بلا ما نوصيك يا قنديل اتهلا في المملكة والناسها. كنك هاني مولاي تكل عليا. مولاي كلش راه واجد. مولاي راني جبت جيريكان باش نعمرو ما زمزم. يعطيك الصحة. شكرا مولاي. اسمح لي مولاي بصح يا هاشمي ماشي دخل في البيجي. هذه نورمال مو بلا ما نقولها لك. هاو الهاشمي الدم تاعي ما خمتش وكان طيح ومبان دخلوه في الفريد ميسيون وخلاص. عمرك مولاي هذا كوانا الروح. طريق السلامة يا مولاي. الله يسلم. لاشمي بلا ما نوصيك ما تنساش تعينا. يا روحي ندعي لكم ان شاء الله ماشي بروبليم. لا لا تيلي انا وياك. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه ان شاء الله صح. يا قلع قلع الله يسهل. كاين حاجه ماشي سوا سوا ما فهمش شنو هي. انت اش قلت؟ مانيش معاك. اي طير عليا. سبحان الله لو كان مشي رانا في مكه تقول رانا في الهند. ما تقدرش تعرف المكتوب وين يرمينا يا نوري. احبس 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 احبس. الهاشمي مولاي يا كان حاجه يا ما كاش. مولاي كاين واحد البقره مبريونه في الطريق. ها بقره حصلت فيها احاوزها
بن عمي. اسمع يا دنيا نطلع هاي نهضر معك، خصنا غير حمل البقر حنايا ما دنيش. اه يا صحه او السلام عليكم مولاي. ما قلتليش وراهم مدينا يا ويلا على بالي انا. لا لا على بالك انت اللي جبتنا للهند على جرمانينا. ها شنو اللي حقنا؟ ديني اللي حقنا لهادشي. علاه تضرب في البقره؟ علاه مولاي؟ يا هذا السلطان تاعهم يا ماشي السلطان تاعهم. اهضر معاهم يا ابن عمي. انا ها هو انا وكيف انا نهضر معاهم؟ انا نهضر هنديه و... ربي يستر. نمستي، انا السلطان عاشور العاشر جانيتو يا منينا كيلا موسكي هيبير كيا تشلو تشلو ابتي هي عم تيري باريكا كبتو ديري هي بار شارا كالا كار دي هذيك هي سرجي هي وسيني جاي كوما جاب تيري بيري بار ديجي هي كبتو ري هي بار دا كها هايلك بشوية مفاهمة رانا فرينا مولاي هو حقك. مولاي هذه الفهمة تاعك ياك غادي يخدمونا كاع بروش ندروك. كنت على بالي بلي البقرة مقدسة عندهم هكذا. يا عمي جانيت البقرة تاعكم هي اللي قطعت علينا الطريق. واوريك الهاشمي هو اللي تير عليها. أستاذ جانيتو يكذب، هو اللي قال لي تري حجر على البقرة باش دينا نفطر. أنا ما رانيش معاهم، أنا راني في العمرة. عمري باردك هي عم توني كيري كم سمتوري هيدرا هري مري باردك جاك توستك كم تجايني بود 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 صح يا نوري صح يا مسمو البقرة قول لها صوري ما جيب العالم ناحي موت بليكا